الضيوف الكرام، أولياء الأمور والطلبة، أحباؤنا جميعا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. سأتحدث اليوم من القلب. نحيي بطولتنا اليوم في ذكرى معركة الكرامة 21/3/68، ونستذكر بطولة جيشنا الباسل الذي نحن بحاجة في كل لحظة في وقتنا هذا من التحديات الصعبة التي تمر على بلدنا الأردن، أن نستذكر هذه البطولة ونعزز انتمائنا إلى بلدنا في ظل صاحب القيادة جلالة الملك عبد الله حفظه الله. ونحن نحيي ذكرى الكرامة ونعيش هذه الذكرى التي تستحق وقفة عز وافتخار. نضع نموذجا لطلابنا بأن اللحمة المجتمعية هي ضرورية جدا بين جميع أطياف المجتمع، وأن بلدنا الأردن الغالي بحاجة لوقفة التربويين والشرطة وجميع المسؤولين في بلدنا حتى نكون نموذجا لهم في وقت غابت النماذج القدوة أمامهم، وفي ظل تحديات السوشيال ميديا التي تعصف بهم من كل طيف وتضعهم في مكان لا يعرفون ما هو الصح وما هو الخطأ.